أكيد متابعين، ومع اقتراب الأعياد بنعرض عليكم مجموعة من الأفكار لهدايا العيد. عم نحكي أكيد عن مجوهرات على الموضة أو قبعة لأيام الشتاء الباردة. تعرفوا مع ضيوفنا على أجمل ابتكارات. بنرحب بمصمم مجوهرات بسام لحام، أهلا وسهلا فيك. ميرسي، خلي خليك. وأيضا كمان ضيفتنا مصممة القبعات كريستال كلارا، أهلا وسهلا فيك كريستال. يعني أكيد حسوا المشاهدين أنه في حنك حلو لهالمجال. فجأة تحولنا. بسام، بداية مجوهرات لحام بتجدد دائم، بعرف هيك مناسبات وخاصة الأعياد دائما بتكون شغلكم الشاغل مثل ما بيقولوا، خبرنا كيف تشتغلوا على كل كولكشن الخاصة بهيك مناسبة. لخبرك أول شيء بونسوار، لخبرك على الكولكشن الجديد اللي عملناه هلا، أطلقناه جديد فيوري روسا، صورناه مع الفنانة رانيا عيسى. وهيدا الموديل بدي اشرح لك شوي عنه بس العالم تعرف شو هو الفكره. أوكي. هيدا فكره، هو ورده، الورده هي بتعني جمال المراه. نعم. وهو عرق الورده اللي بيحمل يعني معناته الرجال الحامل الورده. نحن اخذنا الموديل من هيدي الفكره، انطلقنا بفيوري روسا انه لحتى الحياه تكتمل لازم يكون في ورده والعرق تبعها مثل الرجال وزوجته او الرجال وحي. هيدا الفكره اللي طلعناها، مش هيك نحن عاملينهم بشكل انه اثنين مع بعضهم، ومن هون نحن طلعنا هيدا الموديل، وان شاء الله يكون يرضي الاذواق. حلو. طيب بسام، بهالايام الناس دائما بتبحث عن تصاميم حلوه ولكن كمان بتفكر بالبادجت، قديش عم تاخذوا بعين الاعتبار انه الناس يشتروا اشياء حلوه وما يكونوا كثير غاليين؟ لك اللي عملناها المرة بالكولكشن، عملنا اشياء بكل الميزانيات، يعني حتى عن جد فيك تشتري اشياء بضاعة بقيمة يمكن 50 دولار. وبتطلع بالبادجت بال حلو. يعني عاملين بكل البادجت، عنا عارفين وضع اليوم البلد شوي وضعه شوي استثنائي عن ما كان قبل، والناس بدها بادجت تكون تقدر ترضي الميزانيات الموجودة، مشان هيك اشتغلنا على هذا الديزاين يكون بقلبه بكل شيء. أصلا ملاحظة كمان شيء، نحن ما ركبنا بقلبه لا حجار ولا ركبنا بقلبه ايه اشياء. كثير كان بدي اقول لك يعني ما عملنا شيء، لأنه إذا بدنا نحط بقلبه اشياء بدنا نصير نعلي بقيمة البادجت، لنضل اشتغلنا على الديزاين هالمرة لحتى نقدر نرضي الناس. والعقد كمان الخاص فيه للطعام عاملين شيء نحن بقلبه ليزر كات، هيدا سيستم جديد وبيعطيك كأنه هو حجر، بس هو بنفس الوقت هيدا منه حجر، هذا ليزر كارد. اوكي، بيعطيكي هيدا الجماليه بنفس الوقت هو ذهب، بتحسه كانه الماس بس هو منه، هو منه الماس. هيدا الفكره. حلو. هيدا الموديل كريستال مارغريتا كيرامونتي، سبق وحكينا كثير عن هالبراند، اكيد كانت مهدات لروح جدتك، بعرف هيدي كانت البدايه يمكن لهالبراند، اليوم وين صرنا وخصصتي شيء جديد لفتره الاعياد؟ اليوم وين صرنا؟ بعدنا عم نرجع على سورس دائما بكل كوليكسيون. السنة أكيد في أشياء جديدة، بس أنا اللي أكتر شيء بخليني أستوحي هو الإبوكات اللي عاشت فيها ستي، السنين اللي عاشت فيهم برجع لهم دايما بشوف شو كانت الموضة، لأنه أكتر شيء بتستهويني هيدي الفترة، يعني من الباليبوك للأنيفان لل1940، يعني هيدي الفترة اللي عاشت فيها ستي، وهيدي أكتر فترة دايما برجع لها ودايما برجع بشوف شو بدي أعمل. أكيد مع لمسة صغيرة مودرنيزة إذا بديك لحتى تصير تنقبل أكثر، بتماشى مع مزبولي من الموديلات الجديدة اللي السنة نزلتيهم. مزبوط. أوكي، شو في عندك يعني، شو الألوان يلي استعملتيها، شو الأكسسوارز يلي دخلتيهم على على الهات؟ أوكي، السنة ككولار أكيد دايما بالشتاء نوار، الوان البرمارين، الاسود، الكحلي، الرمادي، البني، برضو بطريقه معينه لانه السنه الاحمر كان الروع ريد كاربت يعني، واكيد البلو كمان كانوا اثنيناتهم الوان كثير مهمه السنه على ريد كاربت. القماش قماش فوتر، فوتر اللي هو بحبه كثير واللي هو قماشه كثير حلوه واليغانت كثير يلي حاطينه انا وياك. أوكي. اسمه فتر بالعربي جوخ. جوخ. اوكي. طبعا المخمل هيدا قطع ديزاين قبل في دانتيل. نعم. صوف دخلنا له كمان اشياء ثانيه، اجمالا بنشوف الصوف وحده، السنه دخلنا له اشياء ثانيه. والالوان الباقيه الفاتحه ما تخلت عنا الوان الصيفيه، لانه اصلا رجعوا احيوا مصممين كبار،
طبعا بطريقه شوي انه يكونوا اتفى يعني مش كثير مثلا بيقولوا لهم دوستي بلو اللي هو مثلا بلو الباستيل بس اللي شوي كانه مغبر شتوي اكثر. اوكي ولاحظنا كمان يمكن خلال فتره الاعياد تكثر او بيكثر الطلب على القبعات كريستال. الحلو انه ما تركتيهم سمبل انما حتى دخلتيهم اكسسوارز دانتيل شاك يمكن بمحل معين. مزبوط. هيدا بده شغل كمان. ايه طبعا يعني كل قبعه بدها وقت. طبعا طبعا شغل. طبعا كل قبعه صدقيني بتاخذ وقت كثير. ببقى عامله كروكي وقايله انه بده يطلع هيك وبعدين بيطلع شيء ثاني لانه بتماشى اكثر مع القماش كيف بياخذني بروح معه. في كوليكسيون البيري السنه عملتهم عليهم انديان برينتس فخلطت دو كولتور اذا بديك الكولتور فرانسيز المشهوره بالبيري مع الثقافه الهنديه كمان. حلو اكيد بكون طلع تصميم هيك فريد من نوعه. بس اما لنرجع للمجوهرات ونحكي هيك اكثر في لون معين يمكن دارج اكثر من غيره بركي البينك جولد اكثر من الذهب الاصفر اكثر من الابيض ولا لا ما في لك بالذهب ما في هيك هالفتره شوي حتى ماشي الاصفر اكثر اصفر يعني هلا من قبل شوي كان البينك مشي شوي رجع فتره رجع الاصفر غطى على شو الاغلى شيء بيناتهم؟ اي واحد اغلى شيء؟ هن ككلر ذهب هو نفس الشيء ما في شيء نفس السعر كلياتهم نفس الشيء عم بحكي ككواليتي ذهب بقلبهم بس اجمالا صار الموضه يمكن حتى ثياب الاشياء اللي صارت الاكسسوارات اللي عم تلبس صار بدها اصفر اكثر ذهب مشان هيك تحسي مالت الاذواق كلها على الاصفر وكل شيء مصممين عالميين كمان مشوا بالاصفر مشان هيك هلا شوي ابيض بتلاقي شوي قليل بالسوق ما بتلاقي مخففينه يعني مخففينه شوي. بس انا بلشت بالبدايه انه دائما بتحاولوا بكل مجموعه بتلقوها من دار لحام ترضي اكيد ذوق الزبون. طب قديش ممكن تلحقوا الزبون شو طلبه اذا طلبه كثير شخصي بده قطعه معينه وبده منكم تنفذوها هيدا الشيء بصير؟ نحن قادرين بالامكانيه اللي عندنا قادرين ننفذ اذواق جميع الناس اللي بيجوا لعنا يعني عندنا بالاتوليه والمعمل موجود عندنا نحن تحت خدمتنا وخدمه الزبونات يعني هيدا الشيء اللي بخلينا نحن شوي عن غيرنا قادرين ننفذ الاشياء تكون هينة علينا دقيقة. شوي. وشو هي الأحجار اللي أكثر شيء مطلوبة اليوم؟ اليوم في كل شيء أحجار يعني ما في شيء لون معين من الروبي للزمرد للزفير هدول الأشياء هدول ثلاث ألوان أحجار على طول مطلوبين على مدار السنة الناس بتحبهم بس نحن بس بالتصميم الجديد اللي عملناه ما حبينا ندخل ولا لون حجر هيدا وعملنا كثير منها على الموديل السامبل ما في كثير شغل هذا الشيء الجديد اللي عملتوه كلاين كمان او كمجموعه لانه في نحن بخط جديد ماشيين فيه يعني اليوم كل الناس عملت احجار ملونه وكل العالم عملت برا او عملوا بقلبوا احجار وعملوا قلبوا الوان يعني العالم اصلا عم بتميل شوي اذا بحس الناس حتى بالاذواق الصبايا بالاعمار الصغيره واشياء بتميل على السامبل اكثر بدها شيء تلبس بدها شيء تعمل ما يقيدها مثل كاجوال او شيء من هون هيدا اللي بخليك ان نحن نشتغل على السريع شوي سامبل اكثر لحتى شوي نرضي اذواق الناس اكثر. كريستال وبسام رح يكون في شيء عندكم معارض هلا على العيد رح تكونوا موجودين بشي محل ولا لا؟ انا عندي كل البضاعه موجوده بمجوهرات لحام بالبوشريه في نعم. في على الفيسبوك بيج فيهم يتواصلوا معنا اذا حدا بحب يستفسر اي شيء. اوكي وكل الكوليكشن موجود كامل من خواتم واساور وعقوده وهو كوليكشن واسع. نعم اوكي كريستال في شي معرض؟ حاليا ما في معارض على نويل بس اكيد سبرينغ سمر كولكشن رح تنطلق بمعارض بنبقى بنحكي عنها وقتها اذا الله يرد وحاليا موجوده بالاتوليه ببي بلوس المدينه يلي بتشبه سيسيلي محل ما مارغريتا كارامونتي خلقت وكانت فبعدنا بذات الكادر يعني موافقين كريستال وبسام انبسطنا بحضوركم معنا اليوم.